التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. في المستهل أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اطمأن فيها على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له ولشعب الكويتي الشقيق دوام الهناء والصحة والرقي. وبدوره أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية على هذه المشاعر النبيلة، متمنيا له ولشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار. خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عن إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء مع رفع التعويضات للوصفة الطبية الواحدة من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري. انك تعلم انه بطاقه الشفاء يعني يحوم عليها نظام الشفاء، يدخل فيه اكثر من 18000 متعامل. 18000 متعامل فيهم اكثر من 12000 صيدلي، وفيهم مستشفيات لجراحه القلب، فيهم عيادات المعالجه، عيادات الكلى وغيرهم والاطباء المتعاقدين. وخاصه انه هذه البطاقه جابت لنا الاحتفاظ وتخزين 40 وصفه طبيه واكثر من 400 اسم للدواء. هذه البطاقه هي يعني مقارنه بالبطاقه السابقه، بطاقه الشفاء نسخه 2، جعلتنا باش نطوروا نظام معلوماتي شفاء 2 من خبرات جزائريه، من مهندسين في الضمان الاجتماعي. هذا نظام شفاء 2 اسمح لنا باش نتقربوا من المواطن اكثر ونرفعوا من قيمه التعويض من 300000 الى 500000. هي النسخه الجديده، يعني دخول حيز الخدمه للارتفاع، يعني اللي رفع سقف التعويض راح يكون مباشره بعد الاسبوع من اليوم، اي ابتداء من يوم 19 من الشهر الجاري، يوم 19 ديسمبر، ابتداء من 19 ديسمبر راح تكون تعويضات الى سقف 500000 لكل اوردونونس، كل وصفه طبيه. والمستفيدين هما جميع، كل يعني حتى نظام المعلومات اللي طورناه شفاء 2 يسمح بالتعامل مع بطاقه الشفاء الاولى والبطاقه الشفاء الثانيه. يعني المستفيدين من هذا الامتياز كل مؤمن لهم اجتماعيين، اللي حوالي 30 مليون مستفيد من بطاقه الشفاء. وهذه البطاقه الجديده هي راح تتوجه للمنتسبين الجدد، يعني كل ما يجي منتسب راح نمدوا له بطاقه جديده، حتى يعني يبدا يتبدل المستفيدين الكل يبداوا يديوا فيها تدريجيا، يعني اصحاب البطاقه القادمه راح يبقاو يستفيدوا من كل المزايا وتبقى ساريه المفعول. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكد أيضا على أن الحكومة ماضية في مواصلة مراجعة الأجور والمعاشات والمنح. لما نروحوا يعني لرفع الاجور خلال، يعني تشوف باللي كاين رفع اجور خلال اربعه، يعني من 2020 2024 يعني خمس مرات تقاست الاجور، يعني حتى لحقت من سنه 2024 حتى لحق يعني 47%، ومست اكثر من 2.8 مليون مستفيد. لما تروح للمنح ومعاشات التقاعد كيف يعني من سنه 2020 حتى 2023 كاين اربع زيادات، وفيها زياده استثنائيه لحقت فيهم حتى 33% من منح ومعاشات التقاعد، يعني من خلال الرفع تاعها ولا تحيينها. فتروح للبطاله ايضا كان الرفع تاعها من 1300 الى من 13000 دينار جزائري الى 15000 دينار جزائري. هذه الزيادات الكل من 6-8 ملايين مستفيد. هذا يعني البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية هو مكرس، ولكن أيضا يتجسد من خلال الإجراءات اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية في كل المناسبات اللي يعني يجعل يعني المواطن الجزائري في صلب سياسة السلطات العمومية. أشرف أمس وزير المالية العزيز فايد بالمركزية الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس الشركة الوطنية للتأمينات SAA بحضور الرئيس المدير العام وإطارات المؤسسة. المناسبة كانت فرصة للتعريف بمسيرة الشركة منذ تأسيسها إلى غاية بلوغها الريادة، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها في القطاع بتحقيق رقم أعمال تجاوز 30 مليار دينار وأكثر من 14 مليار دينار من حجم المؤمنين. كما تم بالمناسبة أيضا إطلاق منصة رقمية للاكتتاب والتصريح بالحوادث. وهي اليوم تحتفل
بذكراها الستين، رفقت خلالها وعلى مدار ست عقود من الزمن الأفراد، الهيئات والمؤسسات والاقتصاد الوطني في كل المراحل التي مرت بها. فإن هذا القطاع يساهم بصفة فعالة في تمويل الاقتصاد عن طريق التعويضات، والتي عرفت بدورها ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالمواطن أو بالمتعاملين الاقتصاديين، وقد بلغ مستوى التعويضات 70 مليار دينار جزائري في سنة 2022. ضمن التضامن الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، ستستقبل الجزائر 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج من الجروح وأثار القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين، حسب ما أفاد به مصدر رسمي لوكالة الأنباء الجزائرية، موضحا أن استقبال هؤلاء الأطفال الجرحى يكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة. وفي آخر تطورات الوضع بقطاع غزة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبضمان وصول المساعدات إلى القطاع، قرار غير ملزم يبرز تنامي التنديد العالمي بجرائم الاحتلال المروعة في حق الأبرياء، إلا أنه لا يوقف آلة الدمار الصهيونية عن مواصلة سياسة الإبادة الجماعية للسكان عبر قصف جوي مكثف خلف أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى في استهداف عدة منازل بخان يونس ورفح جنوبا. وبمدينتي غزة ودير البلح ومخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين خلال القصف العنيف الذي استهدف طيلة الليل مخيم جبالية شمالا، حيث لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى الجرحى بسبب كثافة القصف ومحاصرة الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وإخراجه للأطقم الطبية من داخله. في هذه الأثناء تواصل قوات الاحتلال اجتياحها لعدة مدن بالضفة الغربية، موقعة دمارا كبيرا بأملاك المواطنين، مخلفة 7 شهداء في مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحامها ومحاصرة مستشفياتها، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أزيد من 18400 شهيد وما يفوق 50000 جريح. ونختم بأخبار الرياضة، حيث حلت أمس بالجزائر بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم التي ستدخل في تربص تحضيري يدوم إلى غاية 23 تحسبا لنهائيات كأس أمم آسيا بقطر مطلع السنة المقبلة. وسيتخلل هذا التربص مجموعة من المباريات الودية، ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الفدائيين للوصول إلى الجاهزية البدنية والدخول بقوة في البطولة من أجل تشريف راية الفلسطينية في المحفل الآسيوي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.